وين يا مكنة؟ الأمور شنو؟ تمام والله، الخبر شنو؟ شفت الجوطة الحاصلة دي؟ الليستة بتاع جيفري إبستين. هاي لما الزبالة في حتة واحدة حرفياً تلم التعيس على خيب الرجع. ودي الليستة دار نخشها نحن ذاتنا. أول حاجة ما في نحن في الموضوع، تمام؟ تاني حاجة أنت جنيت نازل بيدوفايلز وهيومن ترافيكرز وحرفياً الليستة طويلة شديد. أي عارف، ونحن مستحيل نبقى بيدوفايلز لأنه أنا ويت عندنا أخلاق ومورالز، والحقيقة إنه أنا ويت عندنا قروش نشتري لنا شوكولاتة عشان ندردق لنا شافع ذاته. لكن المهم المليونيرات كلهم، وانا ما عارف العلاقه شنو والله، عندهم لبطه مع شافع، فنحن لو دارين المليون حقنا لازم نتلبط لنا مع شافع. وي نيد تو ابيوز تشيلدرن كوبي بيست. كيف؟ ندقهم، نديس بونجو في البيتزا حقتهم، نمشي مصنع بيب وندفق لنا شريط راما. المهم يا مان، انت كيف حايم عادي كده؟ انت كيف ما في السجن؟ مستحيل انا اعمل لها حاجه زي دي لشافع، مستحيل افكر فيها اصلا. كيف انا بتعمل حاجه زي دي لشافع؟ الشافع ده ما حيكبر وحيبقى حرامي ولا متحرش ولا حاجه زي دي؟ حميتي ما كان شافع، زمن الطيبين انتهى يا زول. انا حي، زمن الطيبين انتهى. محمد سيد حاج مات، زمن الطيبين انتهى. برضو ده ما سبب او مبرر لحاجه زي دي. خلاص يا زول، بالتوفيق والله في حياتك العمليه، وتتخرج من الجامعه وتشتغل 5 سنة تريننج عشان يقول لك برضو ما في فايده، وتمشي تعمل كورسات بتاعت إدارة وكورسات ما لها علاقة بتخصصك ذاته، لكن بس عشان سوق العمل، وتقرأ آيلتس وتمتحن وتسقط وتمتحن تاني. ما بتعرف تتكلم إنجليزي ذاته، تقول دينجرس كده، ما بتعرف تقول. وبعد تلقى لك وظيفة زي الناس، تمام؟ قول لي جيت وظيفة سمحة وقروشة كتيرة، بيشيلوها منك ضرائب وعوائد وقيمة مضافة وما عارف شنو. لكن على كيفك برضو أهون من الدر تعمل ويتدعلي اللي قلبي يكون عندي ضمير مرتاح كده. اسمعني، اها، انت ابو مش عيان وقاعد تدو في المسكنات والحبوب عشان ما قادرين تتحملوا تكلفة العلاج النهائي؟ اي والله، يلا يشفيه. والله انت زول كعب يا اخي، هذا ما ممكن تعالج ابوك بس قروش العلاج ما جات مار. تعالج ابوك؟ دار عالجه طبعا. الشافع جنبك ده شافع منه؟ جارتنا. اسمع كلامي والله، الود مناسب جدا، كل اللي عليك انك تكفيته بس. لا لا يا زول، الود امانه. امانه شنو يا اخي؟ البنات ماديات اديها 2000 دولار اقسم بالله تسكت، ما تقول اي حاجه. اصلا هم بيحبوا يقتلوا الشفع، اجهاض وبلان بي وما عارف شنو. في دي كلامك صح. اسمع كلامي، اسمع كلامي بس، انا حصورك بتكفيت الشافع ده. حمودي انا اسف. لا لا لا، الكف ده بارد، الكف ده بارد، الكف ده بارد، دي واحد حار. هاي الكف ده يكون ب 10000 دولار كده. يلا 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 يا منبل. هاي بالله شافع ده يا اخ، بالله يا اخ. بكاي السكين دي جات من وين؟ ده شنو ده؟ كده امسكها دقيقة، حعمل بها شنو؟ والله ما اعرفك حتعمل بها شنو. كده امسكها دقيقة. لا لا ما بقدر والله، ما ظنيت اني بقدر، ما ظنيت. داير المليون ولا ما داير؟ ها؟ داير المليون ولا ما دايره؟ لو كده ما دايره يا اخ. انا قاعد اصور لايف يا اخ، ما تتبطل يا اخ. يا اما الشافع ده يا اما ابوك، وابوك والله عيان شديد، فرصه ضعيفه والله. ابوك ده فرصه ضعيفه شديد. انا بكره جاي المترو يا اخوان، اي شافع القاو بعيد من اهله حرميه في سكه المترو. اليوم اللي بعديه حعمل عليه حاجه تاني. اي يوم يوم شوف فاضي، ها، اي زول يمسك شافه عليه. كلمتكم عن اي زول يمسك شافه عليه. لمتين لما جنيه جنيه، لمتين لما جنيه جنيه. الاقتصاد بقى تعبان، دارين كاش ماني دولار بنجمين الصلعه.